الدبلوماسية المصرية ليها تاريخ طويل من المواقف والمعارك الدبلوماسية اللي خاضتها لحل الأزمة في قطاع غزة وحماية أهلنا في الدولة الفلسطينية. خلينا نتابع التقرير. لعبت مصر دورا دبلوماسيا بارزا لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، حيث قدمت مصر دورا تاريخيا ومحوريا في التعامل مع القضية الفلسطينية وتوفير كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين وحمايتهم من آلة الحرب الإسرائيلية. ومنذ بداية الأزمة تواصل قادة وزعماء العالم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. ودائما ما كان يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مباحثاته مع رؤساء دول العالم على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وعند بداية الأزمة حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية. ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة. وتلقى حينها سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر. وركزت محادثات الوزيرين أيضاً على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وكذلك أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني. وبعد اتصالات مكثفة من جانب الدبلوماسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، احتضنت مصر قمة استثنائية عنوانها القاهرة للسلام من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بموجب حل الدولتين وسط تأييد دولي واسع. الحقيقة انعقاد قمة السلام بالقاهرة أو تحديداً بالعاصمة الإدارية الجديدة بيضع المجتمع الدولي كله والعالم أمام مسؤولياته، وده كان واضح جداً من الرسائل اللي خرجت من القمة دي. أهلنا في فلسطين في غزة لا يقل إنسانية عن أي مواطن أو أي إنسان بيعيش في أي مكان على هذه الأرض. ده الفكرة الخاصة بقمة السلام أو رسالة السلام، إحنا إنسانيتنا بتختبر في هذه المرحلة الدقيقة جدا زي ما قال السيد الرئيس، ويجب أن نراعي ما يحدث في فلسطين، ندين بشكل لا يقبل أي شك الممارسات الإسرائيلية أو آلة القتل المستمرة اللي احنا شايفينها على مدار 3 أسابيع حتى الآن في قطاع غزة. رسائل مهمة جدا خرجت من أرض السلام من القاهرة بشكل مباشر، وكان في نشاط مهم فيما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية، يعني الرئيس نفسه على هامش قمة السلام يا منا أجرى مجموعة من القمم المصغرة مع قادة العالم. مهم جدا أن صوت الحق أو صوت الإنسانية والضمير الحي يوصل للعالم كله، وأنه إحنا بنرفض ما يحدث في قطاع غزة، وإنه ما يحدث لا يمكن أبداً إنه يستمر الفترة اللي جاية. أكيد الدبلوماسية المصرية بتعمل اللي بتعمله بقالها سنين عديدة جداً، بتعمل ما تتبعه العقيدة المصرية تجاه غزة أو قضية فلسطين بصفة عامة. إحنا من السنين نفس موقفنا ثابت، لم يتزحزح أيا كانت ظروفنا الداخلية، أيا كان الوضع عندنا، العقيدة المصرية لم تتزحزح أبدا تجاه مسؤوليتها تجاه فلسطين.